تحقيق نتائج ملموسة في مختلف البلدان وفي مختلف القطاعات. على سبيل المثال مثلا من أفريقيا، من أنغولا إلى جمهورية كونغو الديمقراطية إلى زامبيا، سنعزز التوصيل والأمن الغذائي من خلال الممرات الاقتصادية. وكذلك نبذل جهودا، وأعلننا في اجتماع مجموعة العشرين أننا سنوصل الهند بأوروبا من خلال الإمارات العربية المتحدة، الأردن وإسرائيل، وسيسمح ذلك بتوصيل القارات، وهو جزء من جهودنا لبناء شرق أوسط أكثر تكاملا. وهذا يبين كيف أن إسرائيل يمكن أن تستفيد من التطبيع والعلاقات الاقتصادية مع دول المجاورة، حتى مع الاستمرار في سعينا إلى سلم عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، دولتان لشعبين. وسأتحدث بصراحة أن أي من هذه الشركات لا يهدف إلى السيطرة على بلد، إنها تقوم على رؤية إيجابية لمستقبلنا المشترك. أما بالنسبة إلى الصين، وبصريح العبارة سأتحدث بإيجاز وأؤكد على أننا نسعى إلى إدارة مسؤولة للتنافسية بين بلدينا لكي لا تؤدي هذه العلاقة إلى نزاع. وقلت أننا نريد أن ننزع فتيل المخاطر وليس أن نفاقم. بالطبع سنتصدى لأي اعتداء أو أي ترهيب نتعرض له أو أي تهديد لحرية الملاحة، وسنسعى إلى التنافسية العادلة الاقتصادية، ولكننا على استعداد كذلك للعمل مع الصين على مواضيع علينا أن نتقدم فيها من خلال جهودنا المشتركة. لحرية الملاحة وسنسعى إلى التنافسية العادلة الاقتصادية ولكننا على استعداد كذلك للعمل مع الصين على مواضيع علينا أن نتقدم فيها من خلال جهودنا المشتركة. وهذا الأمر أساسي بشكل خاص للتصدي لأزمة المناخ وللحد من مفاعيلها. نحن نشهد موجات حرارة غير مسبوقة في كل مكان، في الولايات المتحدة والصين، نرى الغابات تجتاح، أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا، وسنوات من الجفاف في القرن الأفريقي، وفيضانا مأساويا في ليبيا قضى على الآلاف. معا يمكننا أن نتصدى لهذه التحديات، وهذا يعطينا فكرة عما ينتظرنا إن لم نتمكن من الحد من الوقود الأحفوري وإن لم نفي بوعودنا. وأن إدارة الولايات المتحدة تعمل على إدارة هذه الأزمة، ومنذ أن توليت منصبي تعاملت مع هذه الأزمة بجدية، ليس فقط لمصلحتنا بل لمصلحة البشرية. في العام الماضي وقعت على قانون في الولايات المتحدة لأكبر استثمار في تاريخ العالم للتصدي لأزمة المناخ ولمساعدة في نقل الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد نظيف، ونعمل كذلك مع الكونغرس لمضاعفة تمويلنا للمناخ 4 مرات ومساعدة البلدان النامية على تحقيق طموحاتها المناخية والتكيف مع تأثيرات المناخ. وفي هذا العام إن العالم يعمل على الإفاء بتعهد تمويل المناخ الذي قطعناه في إطار اتفاق باريس. 100 مليار دولار يجب أن نجمعها معا. نحن بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات من القطاعين العام والخاص، ولا سيما في البلدان التي لم تساهم في الانبعاثات ولكنها تدفع أبهض الأثمان مثل جزر المحيط الهادئ. والولايات المتحدة تعمل مباشرة مع منتدى جزر المحيط الهادئ لمساعدتها على التكيف وبناء قدرتها على الصمود ومقاومة تغير المناخ. وحتى عندما نبذل هذه الجهود علينا أن نعمل على الأصعدة والأبعاد نفسها. نحن نعمل على حشد مليارات من التمويل من القطاع الخاص لكي نخلق طلبا على المنتجات الخضراء في قطاعات مثل قطاعات الإسمنت والشحن وسواها، وعلينا أن نحد من الانبعاثات. لذلك ندخل المزارعين في الحل ونجعل المواد الزراعية والمحاصيل مقاومة لتغير المناخ. وهناك تعهد الحد من انبعاثات الميثان الذي انضم إليه 150 بلدا، وسنعمل على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.